نروح مع حضراتكم سريعا لاخبار او باقي اخبارنا المحليه. نروح للمصري البورسعيدي واللي حقق فوز مهم جدا على امب امبارح في الجوله الثالثه من الدوري، واستعداد طبعا للفتره اللي جايه دي. فانهى خلاص كابتن محمود جابر المدير الفني او المدير الاداري للفريق الاتفاق على اقامه 3 مباريات وديه خلال معسكر الفريق، وطبعا هيبتدي يوم الاربعاء اللي جاي في القاهره ومستمر لمده 2 اسبوع. هيلتقي الفريق يوم الاثنين يوم 7 نوفمبر اللي جاي مع فريق الداخليه، وبعد كده هيلتقي يوم الاحد يوم 13 من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وده طبعا قبل يوم واحد بس من مباراه الفريق قصاد سيراميكا كليوباترا. وبيجري دلوقتي كابتن محمود جابر اتصالاته حاليا مع عدد من مسؤولين الانديه عشان يرتب بقى لاقامه مباراه رابعه يوم الاحد اللي جاي ده، يوم الاحد يوم 6 نوفمبر كمان.